كما تعلم فموضوع المغاربة اليهود في التاريخ هو موضوع نال قسطا وفيرا من الدراسات التاريخية وفي مختلف الحقب والعصور. ولعل الإشارات التي أشار إليها الأستاذ محمد المغراوي في هذا الصدد بخصوص هذا الموضوع تبين أنه ينبغي أن يتحلى الناس عموما والباحثون خصوصا بأمرين أساسيين فيما يتعلق بهذا الموضوع. أولا ينبغي أن نتعامل مع بنسبية مع هذا الموضوع وتفادي تقديم الأحكام المطلقة والحدية التي تقول يا إما إن اليهود كانوا يلعمون في نعيم كبير ولم تكن لهم مشكلات تماما في المغرب، وإما الطرف الآخر الذي يقول بأنهم كانوا يتعرضون للاضطهاد وإلى غير ذلك كما سمعت من خلال المحاضرة. ففي بعض الحالات كانت وضعية اليهود أحسن من وضعية المسلمين، والعنف الذي تعرض له المسلمون من الموحدين ربما فاق ما تعرض له اليهود. هذه المسألة الأولى. ثم المسألة الثانية هو أن نبعد هذا الموضوع عن الأسطورة التي تتحدث عن التسامح المطلق، عن 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 التعددية المطلقة، عن التعايش المطلق. صحيح أن هناك تسامحا وكان هناك تعايشا في التاريخ المغربي، ولكن هناك حالات ووقائع تجري في عكس ذلك، ولو أن المجرى العام للتاريخ يؤكد أنه كان هناك تسامحا وكان هناك تعايشا، لكن ينبغي أن نتعامل مع الموضوع بنسبية وأن نخرجه من حيز الأسطورة إلى حيز الدراسات العلمية التي تتأنى وتبحث ببرودة أعصاب لتبين مظاهر التسامح وهي كثيرة جدا، وتبين كذلك مظاهر عدم التسامح وعدم التعايش وهي موجودة في التاريخ المغربي كما في باقي المجتمعات البشرية. ولكن الأكيد أن وضعية اليهود في المغرب تاريخيا كانت أحسن بكثير من وضعيتها في مجموعة من المجتمعات بما فيها المجتمعات الأوروبية الوسطية والحديثة والمعاصرة في الغرب وفي أوروبا وفي الولايات المتحدة وغيرها. هذه المحاضرة كانت مناسبة للوقوف على معطيات تتعلق بمصادر تاريخ الموحدين، بحيث تبين أن هذه المصادر كانت كثيرة في وقتها ومتنوعة وعميقة في دراسات البيئة المغربية آنئذ، لكن أغلبها فقد ولم تبقى عندنا إلا مجموعة قليلة منها. إضافة إلى هذا قمنا بتصنيف هذه المصادر إلى مصادر رسمية وأخرى محايدة. في هذه المصادر المحايدة نقف على إسهامات مغربية وإسهامات أندلسية وإسهامات مشرقية، كلها اهتمت بتاريخ الموحدين نظرا لأهمية هذا التاريخ ونظرا لأهمية هذه الدولة. أما القضايا التي أثرناها فهي قضايا متنوعة مما يفرض نفسه في أمام دارس تاريخ الموحدين، خاصة وأن هناك بعض القضايا تبرز في المصادر واضحة وضوح الشمس ولا يمكن أن يضاف إليها شيء، بينما هناك قضايا أخرى تبدو ملغزة إلى حد ما أو مشوشة أو غير واضحة بما يكفي. لذلك حاولنا أن نسلط عليها الضوء. من هذه القضايا مثل قضية العنف في تاريخ الموحدين، قضية تلازم سلطة الدولة، تلازم قوة الدولة مع كثرة الاضطرابات والثورات، قضية وضعية أهل الذمة في العهد الموحدي، قضية علاقة الموحدين بالأيوبيين وخاصة هل ساهم الموحدون في الحروب الصليبية أم لا. هذه القضايا كلها حاولنا أن ننظر إليها من زاوية المصادر المغربية ومن زاوية التساؤلات التي يملكها أو يطرحها المؤرخ المعاصر.